ناخذ الأسئلة. كيف ممكن أنجح في تقبل الخوف من الهرب والتحرر؟ أول شيء شوفوا، سبق أني قلتها كثير، الخوف، ميزة الخوف على أنه رديء، يعني من المشاعر الرديئة صراحة، بس ميزة الخوف أنه يعني يحرك صراحة. الخوف يحرك الناس، الخوف يحركهم، يخليهم يغيرون حياتهم، يطورون أنفسهم. يعني شوفوا الآن هي تسأل اللفة المعقدة، تسأل تقول كيف ممكن أنجح في تقبل الخوف؟ يعني أنا خايفة، أنا خايفة أني أنا أتحرر. طب الآن كيف أتقبل أني خايف أني أتحرر؟ تخيلين كيف أتقبل؟ لا، هي زعلانة على نفسها، لا، ما المفروض أني أخاف، ما المفروض أني أخاف، المفروض أني أنا أتحرر بدون خوف، ما المفروض أني أخاف؟ عادي طبيعي، أنت في كونك أنت تتقبلين أنك تتحرري بس أنك خايفة، هذا اعتراف كثير ممتاز، كثير ممتاز، وأنت في الطريق الصحيح، أنت ماشية صح، كونك تقبلين أنك تتحرري لكنك خايفة. مثل الشخص بالضبط اللي في علاقة مظلمة ومطفية عليه اللمبة، يبغى يحاول بس خايف، ميت من الخوف، بس كونك أنت تعرفين في شوية إضاءة، تعرفين أنه أنا أبغى أتحرر، أبغى أفك الأزمة اللي أنا فيها هذه، فكثير ممتاز، لا تزعلين على نفسك، أنت في هذه المرحلة. الآن شو المطلوب منك؟ مو المطلوب منك تشتغلين على فكرة التحرر ولا الانفصال ولا شيء من هذا، مطلوب منك، مطلوب منك تشتغلين على الخوف بس، مطلوب منك الآن أنك تشتغلين على الخوف فقط. طبعاً المصادر الطاقية اللي حولك واللي قاعدة تخوفك، واضح إنه مصادرك الطاقية مرعبة، هذول الآن هم يحملون عقود كارمية لنقلك من مرحلة الخوف إلى مرحلة الشجاعة. ذلك هذا هو الآن، هذه رسالتك الآن، أنك تشتغلين على موضوع الخوف، تتحررين من الخوف، هذه الخطوة الأولى. ما في مشكلة أنك تتخاف، كلنا نخاف، مستويات، ما في إنسان في هذه الحياة ما يخاف، ما في إلا ما يخاف في شيء ما، إلا ما يكون عنده خوف في شيء ما، ما في إنسان على هذه الأرض ما يخاف، ولا كان ما اعتبرت هذه التجربة تجربة، لا يمكن، هي أساس الفكرة أصلا، فكرة التجربة هذه هي أساس الخوف، لا يمكن يكون موضوع ما له معنى، تكون كل التجربة ما لها معنى. لا تزعلين من نفسك أنك خايفة، أنت المفروض تكوني فخورة في نفسك أنك وصلت لهذه النقطة. تزعلين عن نفسك لما ما تعرجين الخوف، إيه تزعلين عن نفسك، نعم، لما شخص مثلا، لما أسمع سيدة تقول والله صار لي 10 سنوات وأنا خايفة من القطط، زي أمس مثلا لما صورت القطط، في ناس رسلوا لي قالوا إحنا خايفين من القطط، إحنا خايفين، ما يعني تفاجأت، طب 10 سنوات خايفة من القطط، طيب يا ماما أنت يعني ما فكرتي طوال 10 سنوات تحلين الموضوع؟ لا يعني ما فكرت، ما اهتميت الموضوع. طيب أنا يعني ما يخطبوني رجال، وصراحة أنا خايفة من الزواج وأخاف من الرجال. طيب يا ماما يعني صار لك 10 سنوات ملاحظة الموضوع، ما فكرت تحلين موضوع الخوف؟ ما فكرت تحلين موضوع الخوف هذا؟ ففي نوع من التعايش مع الخوف عند غالبية البشر. غالبية البشر إذا يعرفون إنهم خايفين من شيء بس يعني يتجنبونه، يعني خايف من الظلام، خلاص يفتح اللمبة طول الوقت. هذا هو الحل، يفتح اللمبة طول الوقت، ما يحاول يوجد حلول انه طيب خلني احل هذا الموضوع، خلني احل هذا، لا تزنقني الحياة واكون في موقف حرج وفي زاوية حرجة وتصير الدنيا ظلمة وتنقطع الكهرب بالليل وبعدين اتورط، لا ما يفكرون كذا. عادي اذا جاء القاعد يتصرفون بطريقتهم ولا طيرهم الحياة. لذلك أغلب الناس الخايفين ما يشتغلون على الخوف، ما يتفرجون، يعرفون إنهم مرات خايفين بس يتفرجون على الخوف، كل أنواع الخوف اللي تتصور، خوف من الموت، خوف من الله، خوف من الحيوانات، خوف من الرجال أو العكس، خوف من النساء، خوف من الجنس الآخر، خوف من الحمل والولادة، خوف من الزواج، خوف من الطلاق، خوف من الانفصال من المصادر الطاقية، خوف كثير أشياء عاد الآن، والأوضاع هذه خوف من الأمراض، خوف من الفيروسات، مخاوف صحية تطلع، كل هالمخاوف
طيب شو يسوون؟ عادي يتجنبون بس المخاوف ما يحلون. لذلك انت بتكونين كثير بطلة اذا اشتغلتي على خوفك. بطلة اشتغلي على خوفك، بس هذا هو المطلوب منك حاليا، انك تشتغلي على مخاوفك. في صغري كنت اتمنى انه ابويا ينفصلوا، والان انا في زواجي تراودني فكرة الطلاق وتلح، مع انه زواجي عادي في صعود ونزول. هل هناك علاقة؟ ممكن جدا، ممكن جدا. شوف ابغى اقول لك نقطة كثير ضعيفة عندنا احنا عند البشر، انه العقل اللاواعي كثير ضعيف في التمييز ما بين الاشياء. لذلك هو العقل اللاواعي كثير يسوي موضوع تحديد الكل او موضوع هذا يشبه هذا كذا، يعني هاي طريقة البشر في تحليل الامور لما الموضوع ما ينفض ويطلع على الطاولة او يطلع على السطح، ما دام هو في الظلام كذا يشتغل في العقل اللاواعي. فغالبية السيدات مثلا الرجل بالنسبة لها في العمر هو ابوها، او الشباب مثلا غالبية السيدات بالنسبة لهم هي امهم او اختهم الكبيرة، مش بوعي، بلا وعي على مستوى اللاوعي هم يدركون هذا الشيء، يعني بشكل كذا بشكل تعميم تحديد الكل طريقة العقل اللاواعي. لذلك انت الطلب هذا اللي بجواتك ما زال ملح، ما زالت الطفلة الصغيرة اللاواعية ما زالت تطلب الطلب، ما زالت تشوف انه هذا هو الخيار في الحياة، انه ابوي ينفصل وتنحل المشاكل وتنتهي القصص. يمكن كنت تشوفين امك تتأذى فتبغين الموضوع، يعني كنت متعاطفة معاها فتحسين لما هو يطلع يكون موضوع طيب وكويس، او يمكن امك كانت تقول انا ابغى انفصل انا ابغى ارتاح، فكنت يعني دائما عندك هذا الالحاح الداخلي انه ابغى ينفصل. فالطفل اللي جواتك والعقل اللاواعي معاها قاعدين يطالبون بنفس الطلب، هذا اللي قاعد يصير حاليا. لما انت مثلا طبعا العلاقه الزوجيه اب وداونز وكذا، يعني يوم حلو يوم مو حلو، فاليوم اللي مو حلو تطلع البيبي هذه الصغيره، لان اليوم اللي مو حلو هو كركبه اللاوعي هي اللي طالعه في السطح. اليوم اللي مو حلو في اليوم اللي فيه لخبطه بين الشريكين، هما في الغالب يتصرفون بناء على اطفاء الطفل الداخلي وبناء على العقل اللاواعي اللي منخفض الوعي يعني. ففي هاللحظه مين اللي يقود؟ البنت الصغيرة هي اللي تقود في هذاك اليوم. فلما تقود في هذاك اليوم تقول آها خليني أنفصل، إيه أحسن خليني أنفصل، فكرة الانفصال يعني فكرة هي طوال الوقت موجودة بحاضرة، فالآن فعلا هي صحيحة وهي جيدة. طبعا السؤال، هل بما أنه عندك أيام رديئة أنت تنفصلين ومعك هذه الفكرة؟ لا، أقول لك المفروض أنك أنت تحلين هذه الفكرة، هذا شيء. الشيء الثاني المفروض انك انت تشتغلين على ملف الزواج، بما انه عندك ايام جيده فمعناها ان عندك فرصه، عندك احتماليه انك انت تتفاهمين اكثر مع هذا الرجل. لذلك اقترح عليك انك تحضرين دايزي الوعي الزواجي، راح كثير يعني يمر على كثير اشياء سطحيه ومتوسطه وعميقه على مستوى الجسد الفكري، مستوى الجسد المشاعري، مستوى الجسد الاثيري والطاقي، بحيث انك انت تطورين حياتك الزوجيه. وبرضه اشتغلي على هذه الفكره، هذه ابغاك ترجعين لها تشوفين يعني وش اللي خلاك تتورطين بهذه القصه، يحتاجها تنظيف هذه.